فدعم لملف ترشيح دمشق ضمن المدن المبدعة لدى اليونسكو لعام 2017. أكيد أقامت إذاعة فيوز اف ام التحدي ببث أطول برنامج إذاعي حواري بالعالم لمدة قد تتجاوز 81 ساعة لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية. أكيد يا ليا، واليوم بتمام الساعة 8 مساء بينتهي الوقت المحدد لإنجاز التحدي الأخيرة بالماراثون. لنعرف أكثر عن تفاصيل هالتحدي بصيرنا نرحب بباسل عبد الخائق من اصحاب الفكره ورعاة التحدي. يسعد صباحك واهلا وسهلا. يعطيك العافيه، صباح الخير، يعطيكم العافيه. يسعد صباحك. اكيد نحن كلنا بندعي لكل الشباب يعني بعدهم صامدين لهلا، فشو رايك قبل هيك ما نفوت خلينا نعرف كواليس، خلينا نعرف شو عم بيصير يمكن تحت الهواء، كيف كلكم ايد وحده، كيف كلكم سهرانين ومتابعين مع الشباب حتى تعطوهم القوة وتعطوهم الطاقة الإيجابية، ويمكن روح التحدي عند الكل هي واحدة. والاعتماد يعني هو على الشباب تحديدا، على ركان وعلى معتز، يعطيهم ألف عافية. وخصوصا هلا شرفوا على 70 ساعة، يعني منا شغلة هينة. للساعات مانا اليوم خالصين، يعني ممكن هن يكفوا ممكن إن شاء الله. إن شاء الله يكفوا، ممكن يكفوا. بس تعبانين، ايه اكيد تعبانين، والفريق كله حاضر. يعني بتبلشي من رئيس مجلس الاداره تبع الاذاعه سيد مأمون الخضري، ما حدا عم بيترك، مدام طولا، ركان رشا الحطوم مشرف العام على المشروع، وادونيس والشباب كلهم والسبونسرات وكل الناس حاضره وواقفه حد بعض. يعني مشروع منه هين، مشروع صعب كتير، بس ان شاء الله رح ينجحوا فيه على الاكيد. يعني ان شاء الله يا رب. اكيد. طب خلينا نحكي، يمكن مثل ما قلنا انه هو هالتحدي كثير كبير، ولكن اكيد الشباب السوري قد شفنا كثير من الفنانين وحتى الاعلاميين عم بيشاركوا مشاركتهم ايضا على مواقع التواصل الاجتماعي مع فيوز اف ام بهذا البرنامج، اطول برنامج حواري اكيد لمده 81 ساعه. تحكي لنا كيف كانت الاجواء، المشاركين عن التحدي وتفاصيله بشكل عام. يعني المشاركين كلهم مشكورين، لأن انه مثل ما حضرتك بتعرفي الاوقات صعبه، في مثلا ضيوف من 12 و12 ونص ووحده وثلاثه وجه الصباح واربعه. مشكورين كل اللي اجوا، وخصوصا بهذا الوضع. يعني نشكر كمان اعضاء مجلس الشعب والوزراء، الفنانين، كل اللي حضروا. وكان في عنا كمان شخصيات مهمه كانت ستاند باي، لانه اوقات مثلا بيصير مشكله مع ضيف بيضطر ما يجي، بتضطر تتصلي بحدا تاني يجي يطلع محله. لا، والاعداد على طول جاهز، في ناس لانه بكون طبيعي كانت عم تجي حتى طبيعي ايه؟ طبيعي، والاعداد يعني عم بيكون جاهز وعم بيكون اوقات على الهوا. يعني هو الضيف بس يطلع بيكون الاعداد شغال والاسئله وكذا، لانه بيكون تغير الضيف، صار معه ظرف ليلا ما قدر يوصل او شيء. صح، اكيد يعني الاجواء كثير حلوه والتحدي كثير رائع، ولكن خلينا نحكي او نستقبل عبر الاتصال مع المعد ادونيس شدود. صباح الخير ادونيس. يسعد صباحكم، يعطيكم الف عافيه. كيف الشباب عندك؟ هواء كله تمام مثل ما عم تتابعوا وعم تشوفوا وعم تكونوا معنا، ويعطيكم الف عافيه. اكيد نحن من الاخباريه السوريه بدنا نقول لكم انه نحن معكم، قلبنا معكم، وشدوا الهمه يا شباب. اكيد نحن هلا عم نتابع الاجواء، خبرنا اكثر كيف الشباب وضعهم وكيف الاجواء بشكل عام. تمام، نحن هلا قطعنا ال 71 ساعه ونص، بقيان اذا على الراد 10 ساعات. نعم. حتى نكسر الرقم القياسي المسجل سابقا وندخل برقم قياسي جديد. راكان الخضري، الاعلامي راكان الخضري زميلنا والمخرج معتز الكود، انهم بكامل الطاقه اذا على راد، وانهم متشجعين لحتى يكفوا هدول العشر ساعات، وكمان ان شاء الله رح نمدد لعشر ساعات ثانيه، يعني يصير الرقم القياسي 91 ساعه فاصله دقيقه، اللي هو نفسه تردد اذاعه فيوز اف ام. حلو. يكون رقم صعب انه يجي حدا يكسره على الاقل بالقريب العاجل. يعني اكيد يا ادونيس، انا يعني انا كثير مبسوطه انه رح تمددوا، لانه 81 ساعه رح تكون عند الساعه 8 المساء بتكونوا كفيتوها، واذا مددتوا مثل ما قلتوا رح يصير مثل تردد الاذاعه. خلينا نحكي عن المواضيع اللي اخترتها ادونيس او فريق الاعداد لمناقشتها بالماراثون. تمام، هلا فريق الاعداد كبير، تقريبا في من 18 ل 20 حدا، هن المختصين بموضوع اعداد الاسئله. انا عم كون
مدير فريق الاعداد ومنسق الحدث في مجموعه من الفرق الاخرى اللي عم تشاركنا دعما لحتى نكون بهذا الحدث اللي انتم هلا عم تتابعوه معنا وعم تدعموه. ومثل مره ثانيه رح ارجع اشكركم بالاخباريه السوريه. في مواضيع مختلفه، ضيوف مختلفين من مختلف المجالات، في معنا مجموعه من الوزراء اللي كانوا ضيوف على مدار ال 71 ساعه اللي مرقوا، كان في معنا مجموعه من الرياضيين، الاتحاد السوري للفروسية ايضا هو شريك استراتيجي لنا بهذا الحدث، في مجموعه من الضيوف اللي هنن فنانين سواء كانوا ممثلين كانوا على مدار الوقت اللي مضى وراح يكونوا معنا بالوقت القادم، مجموعه من المغنيين ايضا كانوا على عبر اثير اذاعه فيوز اف ام من مختلف المجالات، كان في معنا شخصيات اعتباريه، في معنا اطباء، معنا كان اختصاصات معينه ورؤساء فرق تطوعيه تعمل في العمل المدني والعمل التطوعي، يعني مثل ما بيقولوا تشكيله متنوعه بحيث انه يكون هاي المده هي مو فقط مثل ما بنقول نحن بمصطلحاتنا الاعلاميه تعبايه وقت، الهدف كان انه نكون عم نعطي معلومه ونعطي افاده ونكون عم نأشرك الجميع. وزاره السياحه هي داعم لنا وشريك لنا بهذا الحدث، الرساله الاسمى والرساله اللي كنا نحن رافعينها من بدايه التحضير اللي هو مده قصيره كانت شهر ونص سبقت الحدث، دمشق مدينه مبدعه، دعم ملف ترشيح دمشق لتكون ضمن شبكة المدن المبدعة لدى اليونسكو لعام 2017، هذا الملف اللي ترعاه وتعمل عليه وزارة السياحة ووزارة الثقافة والأمانة السورية للتنمية، كل من ذكرتهم وإن شاء الله ما أكون نسيت حدا كلهم شركاء وكلهم كانوا ممثلين بال 71 ساعة ونص اللي مرقوا لحد هلا. نعم أكيد أدونيس، نحن بدنا نرجع نقول لكم بنتمنى لكم التوفيق وعم ندعي لكم وقلبنا معكم، وأكيد بدنا نقول يعطيكم العافية لركان ولمعتز ولكل الفريق ولكل ضيوفكم، أكيد نحن كتير فخورين فيكم، ما رح نعطلك كتير أدونيس، موفقين يا رب. يلا أدونيس أنت المفروض كنت تكون ضيف معنا لكن أنت ما بتقدر تترك الكنترول مشان تكفوا التحدي، موفقين أكيد إن شاء الله منبارك لكم بس تتموا 91 ساعة بخير إن شاء الله، تحياتنا لكل الفريق، شكرا لك. وصلت التحيات وشكرا لكم وإن شاء الله بتكونوا ناطرينكم تكونوا معنا على لحظات الدخول موسوعة جينيس الدولارات. بعتذر لأنه ما قدرت تكون موجود بالاستديو بس تعرفي نحن دقيقة بدقيقة عم نكون مراقبين الوقت ومراقبين موضوع الضيوف والتواصل وما إلى ذلك، وممكن يصير بعض الـ يعني الأمور اللي ما بدنا إياها تأثر أبدا على الحدث، فأنا بعتذر لأني ما كنت موجود بالفيديو وإن شاء الله بيكون في لقاء آخر إن شاء الله، ويعطيكم ألف عافية كمان ببرنامجكم. ميرسي، شكرا، يعطيك العافية، شكرا يا أدونيس. يعني خلينا نحكي كمان عن التحديات والصعوبات اللي واجهتكم، مثل ما بتعرف يمكن نحن هلا عم نمرق كل السوريين بظروف شوي صعبه، فتحكي لنا انتم بهذا التحدي شو هي الصعوبات اللي واجهتكم؟ هلا هو ما في شيء سهل، خصوصا التحدي صعب كثير بالمجمل يعني، وصعب على ركان انه الضيف ما في يحكي اكثر من 55 ثانيه مضطر انه يقاطعه، هي شروط جينيس يعني، وما في رياحة وضيوف متغيرين يعني، إذا كانوا مثلا أعضاء مجلس الشعب ولا وزراء ولا إعلاميين ولا رياضيين ولا طب، يعني منا حلقة وحدة سهلة عم تحكيها مع شخص واحد، عم تحكي مع عدة مواضيع، صح، مع عدة أشخاص، مع عدة ضيوف متغيرين وكذا، فهيدي شغلة كتير صعبة. والكل هلا واقفين حدهم يعني، بوجه تحية لرشا مثلا، ركان بس بلش ينعس، انا بوجه تحيه لرشا ركان بس بلش ينعس، اجت فكره رشا قالت انه البس عم بيحترق ووقف نقز رجع بلش نشاطه من جديد، يعني ما تتخيلي شو 70 ساعه بتحكي، مش انه 70 ساعه هوا وعم تحكي وضيوف وبدك تقري الاسئله ومتابعات وسوشيال ميديا وما في رياحه يعني. صحيح سيد باسل، يعني حضرتك كجهة راعية اقتصادية لهيدا الحدث الكتير مهم هو من أجل سوريا أكيد وبإبداع شباب سوري، احكي لنا اليوم كيف وضعت ثقتك بهي الفكرة يمكن، أو قديش عندك إيمان بهدول الشباب؟ هلق إيماننا كبير نحن بسوريا وإيماننا كبير بدمشق، لأنه أساساً دمشق هي مدينة مبدعة
من 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 بداية التاريخ مش صحيح. اليوم يعني. فبأقل تعديل إنه نحن نكون داعمين ومشاركين بهذا الموضوع. أما نحن كفعاليات اقتصادية يعني نتمنى إنه عطول نشبك مع بعض لنساعد، يعني كل إنسان بيساعد من ميلته. هون نوجه تحية لجيش العرب السوري، صحيح. ما هي الحرب عسكرية والحرب كمان إعلامية، ما هي الحرب اليوم موجودة إعلامية وفي إعلام مغرض، خصوصا الشباب اليوم عم يثبتوا للعالم كله، توصيل صوت للعالم كله إنه سوريا بخير، سوريا مع ثقافة الحياة، سوريا ضد ثقافة الموت. هي الوحيدة اللي عم تحارب الإرهاب؟ لا. أكيد نحن بنتمنى لكم أكيد التوفيق، وإن شاء الله بتكملوا ال 91 ساعة مثل ما عرفنا أنه رح تمددوا 10 ساعات. أي من شر رقم التردد كمان. أكيد نحن كل السوريين معكم ومع أي نشاط حتى فعلا تكون دمشق مبدعة مثل السوريين اللي هن مبدعين وبيستحقوا أنه كمان يرفعوا اسم بلدهم. شكرا لوجودك، تحياتنا لكل فريق فيوز اف ام ولكل الإعداد، فريق الإعداد اللي كمان عم يتعب كتير. شكرا لكم وادعوا لنا. موفقين يا رب. يعطيكم ألف عافية أستاذ باسل. أكيد نشكرك ونشكر راكان ومعتز، وأكيد نقول صباح الخير لمزنة اللي هي كمان معنا موجودة، الله يسعد صباحك. وأكيد موفقين يا رب، وإن شاء الله هيك 91 وأكثر إن شاء الله يا رب. الشباب وحوش يا رب. أكيد موفقين، تحياتنا لكم، وإن شاء الله منبارك لكم إن شاء الله بكرة بدخول جنة. رح نكون ناطرينكم. شكرا لك.